بعد أيام من طرح الميزة الجديدة سوبر فولوز في الولايات المتحدة، تعمل منصة تويتر على إضافة بعض التغييرات التي تندرج تحت بند الخصوصية الاجتماعية، حيث تخطط المنصة لمنح مستخدميها مساحة أكبر من الأمان والخصوصية. إذن وبعد الانتهاء من التعديلات الجديدة، سيكون من حق مستخدمي تويتر أن يحددوا الفترة الزمنية التي يمكن لمتابعيهم رؤية التغريدات القديمة خلالها، حيث يمكن أرشفة التغريدات لـ30 أو 60 أو 90 يوما، وتصل المدة إلى عام كامل. كما سيتمكن المستخدمون كذلك من تحديد الأشخاص الذي يمكنهم رؤية التغريدات التي أعجبتهم وإزالة بعض الأشخاص من دون الاضطرار إلى الحظر النهائي. وتأتي هذه التغييرات بعد دراسة أجراها موقع تويتر، وأوضحت أن الكثير من المستخدمين لا يعرفون سياسات الاستخدام ولا يدركون إذا كانت حساباتهم عامة أو خاصة. كما قال مسؤول تويتر إن هذه التغييرات الجديدة ستساعد كل مستخدم على وضع مفهوم محدد لحسابه على المنصة، وستمنحه الشعور بالأمان عبر التحكم في إعدادات الخصوصية. ولم تحدد المنصة الاجتماعية موعدا لاختبار الميزات الجديدة، ولكنها ذكرت أنه سيكون في أقرب وقت ممكن، في حين توقع خبراء أن تبدأ التجارب الأولية الأسبوع المقبل. يذكر أن تويتر كانت قد أطلقت ميزة الرسائل منتهية الصلاحية في وقت سابق، ولكن تم إزالة هذا الخيار بسبب الإقبال الضعيف عليه من قبل المستخدمين.